مع تزايد التوقعات بقيام حرب عالمية ثالثة على نطاق عالمي، يتحدث الكثيرون عن أكثر المناطق التي يمكن العيش فيها بأمان. وبناء على التقارير السنوية الصادرة عن مؤسسة مؤشر السلام العالمي، فقد تنبأت صحيفة الصان بأكثر 10 دول تكون أمنا واستقرارا في حال قيام هذه الحرب النووية. وقد تم إصدار هذه اللائحة وفقا لدراسات تاريخية وجغرافية أوضحت أكثر الأماكن أمنا وبعدا عن أجواء الحرب العالمية، حيث تم ذكر الدول العشر بالترتيب التالي: 1- جمهورية إيرلندا، وتقع في المركز العاشر في قائمة الدول الأكثر أمنا، وذلك بسبب موقفها الحيادي من الشأن السياسي. 2- سويسرا، في المركز التاسع من حيث الدول الأكثر أمنا على مستوى العالم، وقد تميزت بأنها بعيدة خط الحروب منذ عام 1815. 3- كندا، يتميز اتحاد كندا بأنه بعيدا كل البعد عن النزاعات الدولية، لذا تم وضعه في المركز الثامن كأكثر الدول أمنا رغم قربه من الولايات المتحدة الأمريكية. 4- سلوفانيا، في المركز السابع، وما جعلها ضمن القائمة أنها لم تدخل في الحرب العالمية الأولى أو الثانية، وليس لديها استعداد للمشاركة في حروب أخرى. 5- جمهورية التشيك، وهي مصنفة كدولة ذات علاقات حسنة بدول الجوار، رغم أنها صارت ذات مؤشرات منخفضة من حيث الأمان وفقا لتقرير مؤشر السلام العالمي. 6- الدنمارك، وتحديدا جزيرة غرينلاند التي تقع فيها، حيث تم تصنيفها في المركز الخامس، رغم أن الدنمارك عضو في حلف الناتو مما قد يجعلها مكانا مستهدفا. 7- النمسا، وتحتل المركز الرابع في قائمة الدول الأكثر أمنا والتي تأسست فيها الجامعة الأوروبية للسلام. 8- البرتغال، وهي دولة تشتهر بعدم خوضها في أي نزاعات سياسية منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، ولذا تم وضعها في المركز الثالث ضمن قائمة أكثر الدول أمنا. 9- نيوزيلندا، وهي مكان ذات موقع جغرافي بعيدا ولم يعرف في تاريخه خوض الكثير من الحروب، لذا فقد احتلت المركز الثاني كدولة آمنة على مستوى العالم. 10- إيسلندا، أما في المركز الأول فقد كانت دولة إيسلندا على رأس قائمة الدول أكثر أمانا بفضل موقعها الجغرافي المعزول. هذه هي أكثر الدول عشر أمانا في حال وقوع الحرب العالمية الثالثة، فهل توافقنا الرأي عزيزي المشاهد؟ وهل لديك معلومات وافية عن كل دولة منها؟